عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا اخبارنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده الفيديو اللي نال اعجاب ناس كتير جدا جدا جدا، وهو من اجمل الفيديوهات، وهو فيديو الاعلاميه الجزائريه خديجه وهي بتصلي في المسجد الاقصى. كان من اجمل الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا. فيا رب ان شاء الله في الايام المفترجه دي يكون النصر يا رب العالمين لاهل فلسطين. شو حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.